أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد رغبة السودان في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. مجلس السيادة الانتقالية تسلم توصيات ورشة قضايا السلام التي عقدت بولاية النيل الأزرق. وفد مجلس السيادة الانتقالي إلى بور سودان يتسلم مبادرات جامعة الخرطوم لتعزيز السلم الاجتماعي. أهلا بكم. التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في إطار زيارته الحالية إلى واشنطن بكل من مساعد وزير الدفاع ورئيس وأعضاء المفوضية الأمريكية للحريات الدينية ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية ورئيسة اللجنة المعنية بأفريقيا في مجلس النواب ورئيس كتلة النواب الأمريكيين الأفارقة بالكونغرس. واستعرض اللقاء واستعرض حمدوك خلال هذه اللقاءات تطورات الأوضاع في البلاد عقب ثورة ديسمبر وأولويات الحكومة الانتقالية. وأكد حمدوك رغبة حكومته الأكيدة في تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة ودعا إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. على ذات الصعيد أكد الجانب الأمريكي في كل هذه اللقاءات دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية والعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريق التطبيع الكامل لعلاقات البلدين وتعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رفضت الجبهة الثورية أي محاولات لتأجيل مفاوضات جوبا المقرر عقدها بينها والحكومة السودانية في 14 من ديسمبر الجاري. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في تصريح خاص لباد نيوز إن الجبهة مستعدة للذهاب إلى جوبا في 10 من ديسمبر حسب الموعد المتفق عليه مع الوساطة، كما أنها ترفض أي محاولات للتأجيل لأن المواقيت الزمنية مرتبطة بإعلان جوبا وعملية السلام وما يتعلق أيضا باختيار الولاة وأعضاء المجلس التشريعي وبقية المسارات الخمس. والتقى أمس أعضاء من الجبهة الثورية بمستشار دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية تود جولواك في الخرطوم، وذلك لبحث عملية السلام والمفاوضات المرتقبة في جوبا. تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور التوصيات التي خلصت إليها ورشة قضايا السلام التي عقدت بولاية النيل الأزرق بحضور والي الولاية المكلف ياسين إبراهيم عبد الغني وأعضاء حكومته وقيادات الحرية والتغيير بالولاية. وتعهد تاور بتسليم سكرتارية لجنة التفاوض كافة الحلول المقترحة التي خلصت لها الورشة لاستصحابها في جولة المفاوضات القادمة بجوبا. تترقب الأوساط السياسية انطلاق جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في 10 من الشهر الجاري في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا. ويرى مراقبون أن السانحة مواتية لأن تحدث الجولة اختراقا في مواقف الطرفين، فيما يرى آخرون أن نجاح الجولة المرتقبة من شأنها أن يحدث انفراجا في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد. تحركات واسعة يجريها الوسيط في الخرطوم لاستئناف جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، جولة يعول عليها أن تحدث اختراقا في مواقف الطرفين وتضع حدا للصراع الذي تطاول أمده وتؤسس لمرحلة جديدة في بناء الدولة المدنية. هو سلام، يعني هو يعني بكل معانيه الواسعة يشمل وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والكامل. وقف الحرب لازم يتم التفاوض مع أو التفاهم أو التوافق مع حركات الكفاح المسلح من ناحية والحكومة من ناحية تانية، وتحقيق السلام الشامل يجب أن يشمل الكل بما فيهم مجتمعات مناطق الحرب ومجتمع النازحين ومجتمع اللاجئين والقوى السياسية والقوى المدنية وكذلك التجمع بتاع المهنيين والناس المتأثرين من الحرب عموما في السودان. فمسألة السلام يجب أن تتغير الصيغة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة والحركات الكفاح المسلح كما كانت تجري في السابق إلى مفاوضات متعددة الأطراف يجب أن يشمل الحكومة وكذلك الحركات الكفاح المسلح دون إقصاء لأي جهة. ويجيء انعقاد الجولة المرتقبة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد كانت عصية على الحلول في ظل غياب السلام. ويرى مراقبون أن تحقيق السلام الشامل من شأنه أن يضع حدا لإهدار موارد البلاد وتوجيهها نحو احتياجات المواطن السوداني المختلفة. بالتأكيد إذا تم تحقيق السلام
هذه وهي المناخ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن أن يأتي على البلاد، وقد حرز من قبل بعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 وحرز استغلال اقتصادي، جاءت تلفقات من الاستثمارات الأجنبية حتى جعلت السودان يحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا من حيث جذب الاستثمارات بحوالي 3 إلى 4 مليار دولار سنويا. إذا تحقق السلام من شأنه أن يضيف للاقتصاد كثير جدا، يحقق استغلال كبير جدا للمناطق التي بها نزاعات، ودي مناطق إنتاج، يعني حينما تدخل دائرة الإنتاج بصورة كبيرة سواء كان إنتاج زراعي في شقيه النبات والحيواني أو إنتاج صناعي في هذه المناطق الذي يعتمد على الصناعات التحويلية ما ينتج من القطاع الزراعي، يمكن أن تحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني. وظلت الحكومة الانتقالية تؤكد في أكثر من مناسبة أنها تضع قضية السلام في سلم أولوياتها، وهو ذات المبدأ الذي ظل يؤكده طرفا التفاوض على الدوام، ويتطلع الشارع أن تكون الجولة المرتقبة حاسمة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في السودان. عمر العوض، البشير، الشروق. دعا عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس إلى العمل من أجل مستقبل زاهر للسودان وتحقيق السلام الشامل وتعزيز النسيج الاجتماعي. وقال خلال مخاطبته اللقاء الموسع للقيادات الأهلية والسياسية بالبحر الأحمر إن اللقاء جسد معاني السلام والوحدة ويعد خطوة متقدمة تجاه الأهداف المنشودة. وأعلن قاضي أن الولاية ستشهد اهتماما كبيرا في المجالات كافة. حديث كل الإخوة كان حديثا غيما وحديث يستحق التقدير، والروح كانت روح طيبة. إن قضية التنوع لم تجد الاهتمام الكافي من الأنظمة السابقة، وأن السودان موطن لموارد اقتصادية كبيرة، وأن زعزعة الاستقرار في هذه المدينة وفي شرق السودان يؤثر تأثيرا سالبا علينا أبناء المنطقة. نزيل نسعى وعملنا على تحقيق الاستقرار، والمرحلة الآتية هي مرحلة تنمية هذه الموارد واستخدامها لأهلنا ولصالح أهلنا ولتنمية أهلنا ولمستقبل أجيالنا. وصلت إلى ولاية جنوب كردفان قافلة السلام والمحبة التي سيرتها تنسيقية لجان المقاومة بسوق ليبيا وأبو زيد ونقابة الأطباء الشرعية، وكان في استقبالها بمدينة كادوغ لوالي جنوب كردفان المكلف رشاد عبد الحميد وأعضاء حكومته ومكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وقد أكدوا على أهمية القافلة في تعزيز مسيرة السلام بالولاية. الوبائيات هي الحميات الموجودة الآن ومعها طفح جلدي وغيره، هناك جبنا معانا أجهزة للفحص، يعني جو معانا كل التخصصات اللي هي باطنية وأطفال وجراحين، معنا دكتور لجراحة قلب الأطفال. هذه القافلة والقوافل التي تأتي إلى الولاية تشد لنا نقصا كثيرا نحن نحتاجه لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية خصوصا في قطاع الصحة. والكل يعلم هشاشة الوضع الصحي في ولاية جنوب كردفان وقلة الكادر المتوفر في تباشير السلام. نحن نتوقع تدفق المواطنين نحو المؤسسات الصحية الغائمة. جنوب كردفان تسير أو بدأت بالأسواق والآن بدأت بطواف القوافل، ونتمنى أن تستمر هذه المسائل ونختمها في خلال هذه الأيام بجولة المفاوضات القادمة. هذه هي رغبة جماهير ولاية جنوب كردفان في السلام المستدام. احتفلت جمعية الكشافة السودانية باليوم العالمي للتطوع بمدينة عطبرة بمشاركة حكومة ولاية نهر النيل،
وقال مفوض التدريب وتنمية القدرات بالجمعية مرسي نايل أحمد إن اختيار جمعية الكشافة السودانية لمدينة عطبرة لاحتفالها القومي باليوم العالمي للتطوع أتى من منطلق أنها أول مدينة عرفت الحركة الكشفية في السودان في عام 1907، وأشار إلى أن الجمعية استطاعت من خلال تاريخها الطويل في العمل الطوعي تنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي والإنساني. أول مرة في تاريخ السودان إنه يكون عندنا عضوية في المكتب العالمي والمكتب العربي بأعداد مغدرة. نحن عضويتنا مستمرة دائما يعني لها سنين طويلة، لكن 2019 كان العدد اللي تم اختياره للجان الفرعية دي عدد كبير. الشيء الثاني يعني عدد الغادة اللي تم تأهيلهم عدد برضو مقدر وتأهيل عالي على المستوى العربي والعالمي، يعني أخذوا دورات في فن القيادة، دورات متقدمة جدا. على المستوى المحلي زادت نسبة العضوية من 47 ألف كشاف ل 85 ألف كشاف على مستوى السودان، دي آخر إحصائية. الكشافين منتشرين في كل ولايات السودان. إلى ذلك أشاد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد بأدوار ومساهمات جمعية الكشافة السودانية مركزيا وولائيا، وأشار إلى أن شعارها ومناشطها وبرامجها ترسخ وتجسد بعمق لقيم ومعاني العمل الطوعي وتعزز لردق النسيج الاجتماعي في الوطن السودان، وأعلن عن كامل دعمه للكشافة بمقر دائم بجانب رعاية مناشطها في الولاية. هذه الكشافة يعني عمرها يزيد عن 112 عام. طيلة هذه الفترة تقدم العطاء وتقدم السند وتقدم العون لكل مكون المجتمع، وتعين الضعيف وتساعد الملهوف وتساعد الصغار وتساعد الكبار، ولها شعار يعني ذو دلالة وذو معنى وذو قيمة، فيه رتق للنسيج الاجتماعي وفيه سياق تكافلية وفيه الحس على أعمال الخير وفيه يعني تهيئة الشباب للتماسك وأشياء كثيرة جدا تنضوي تحت هذا الشعار. نشيد بكشافة ولاية نهر النيل، وهي تعتبر الأولى التي أدخلت الكشافة في كل السودان، ومن بعد ذلك انداحت هذه الفكرة على ولاية السودان المتعددة. نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية نهر النيل أحد مناشطها الداعمة لنشر ثقافة التقييس في المجتمع. وقال مدير الهيئة بالولاية أحمد سيد أحمد للشروق إن الهيئة استهدفت تركيز جرعاتها وسط رياض الأطفال والمدارس في ختام العام الجاري، وأبان بأنه يعتبر من الأنشطة النوعية التي تسهم في تثبيت المفاهيم المعرفية لثقافة التقييس في المجتمع. وأشار أحمد إلى أن الهيئة عملت على توظيف العديد من الوسائل والآليات لتحقيق أهدافها من واقع الشراكات التي عقدتها وتوفرت لها على مستوى الولاية مع المؤسسات والقطاعات الحية، ووصف تلاميذ الرياض والمدارس بالشريحة الأكثر فعالية وحيوية وقابلية لاستيعاب المفاهيم العلمية المرتبطة بثقافة المواصفة والمعايرة والتقييس. متعدد ومتنوع، ونستخدم فوقه مجموعة وسائل مختلفة بتناسب الوسيلة المستهدفين. برامج ده فيه شراكات متعددة مع أخواننا في العقيدة والدعوة في المساجد والأندية في الشباب والرياضة مع الأندية الرياضية، وأيضا مع أخواننا في الجهات الرقابية المجاورة لنا، الثروة الحيوانية والزراعة. واليوم نحن عندنا نشاط مختص بالأطفال ورياض الأطفال في ولاية نهر النيل، ده واحد من الأنشطة. نحن نشاط ده يا بنقدمه في المدرسة يا بنقدمه في المواصفات، القصد منه توعية الطلاب وربطهم بالمواصفات بثقافة المواصفات، بالذات هم يعني قطاع حي وحساس وفاعل في البيوت. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن انطلاقة المشروع الوطني لتحديث سياسة التشرد للعام 2009 بولاية الخرطوم. بعد التحديث الأخير وعرضه على الجهات المناط بها، إنفاذ المشروع في الشرطة والإعلام والمعلمين والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات ذات الصلة. وقال المنسق الوطني لتحديث سياسة التشرد للعام 2009 مودة محمد الحسن في تصريحات لها عقب ورشة العرض إن البداية ستكون بولاية الخرطوم، ثم من بعد ذلك تعمم على بقية الولايات في الأعوام القادمة، خاصة بعد إجازة تقرير المراجعة المكتبية لكل التجارب السابقة في مجال الأطفال في وضعية الشارع. وأشارت للتحديات التي برزت في قطاع الطفولة والتي من أهمها إصدار قانون الطفل لعام 2010. الآن المجلس القومي لرعاية الطفولة
عنده اجتماع تشاوري بخصوص تحديث سياسة التشرد عام 2009 وتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الاجتماعية. أتت الحوجة لتحديث هذه السياسة نسبة لأنه في كثير من المستجدات طرأت في قطاع الطفولة، أهمها إصدار قانون الطفل في عام 2010، المشروع بتمويل من الوكالة الإيطالية. هذا المشروع مفترض يطلع بثلاثة منتجات. أول منتج هو ريبورت أو تقرير عن مراجعة مكتبية لكل التجارب السابقة في مجال الأطفال في وضعية الشارع، وتم بالفعل إعداد هذا التقرير وكان مدخل مهم جدا لتحديث سياسة التشرد عام 2009، وهي المنتج الثاني واللي هي إحنا الآن اليوم بصدد عرضها على الجهات المستهدفة في هذه الورشة، وهي الشرطة، الإعلام، التدريب المهني، الأساتذة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية. احتفلت وزارة الصحة بشمال كردفان بالشراكة مع شركة بترولاينز لخام البترول بتخريج 47 قابلة مجتمعية من محلية بارة، وذلك إنفاذا لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي يمر عبرها خام النفط من الحقول إلى موانئ التصدير. وأعلن ممثل الشركة عقد شراكات مع مؤسسات ولاية شمال كردفان نتجت عنها مشروعات وخدمات في مجال المياه والصحة والتعليم وبناء القدرات للمجتمعات الريفية وتمليك وسائل الإنتاج ودعم أنشطة الشباب. على امتداد هذا الخط تقوم الشركة وضمن المسؤولية الاجتماعية المجتمعية في تنمية قدرات هذا البلد الحبيب والمواطن في مختلف المجالات، الصحة والتعليم ومختلف المجالات الأخرى من تنمية وإجلاس ومشاريع المياه. وهذه الشراكة الذكية الآن وحصدنا ثمرتها في هذا التخريج الذي تم الآن، والذي سيكون رافد حقيقي للحقل الصحي. من جهتها أشاد عميد أكاديمية العلوم الصحية بالأبيض بروفيسور داود إسحاق بالاهتمام والدعم الذي ظلت تقدمه شركة بترولاينز لتطوير النظام الصحي بالولاية، وأشار إلى أن القابلات المتخرجات يطلعن بمهام إيجابية في مجال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمعات، ذلك سعيا لإكمال النقص في الأطر الصحية. دارسات من ولايتين شمال كردفان وجنوب كردفان، غدا فترة 1.5 فصل دراسي بمدرسة بارة، وتلقن كل العلوم الأساسية التي تخص عملية القبالة بتدريب بواسطة مدرسات واختصاصي أمراض النساء والتوليد، واجتاز امتحانات بحضور ممتحنات خارجيات من الأكاديمية المركزية بالخرطوم والقبالة بالخرطوم، وهن الآن جاهزات للقيام بدورهن كقابلات مجتمعيات تختلفا تماما من القابلات القرويات، وحتى المعدات المستعملة قد تم تحديثها كما تم تحديث المنهج اللي تدربنا عليه.